بعد انتقاده دور التحالف، إقالة مدير دائرة التوجيه المعنوي بالجيش اليمني. هل أصبح انتقاد دور التحالف في اليمن خطأ لا يغتفر؟ ولماذا يمنع التحالف انتصار الجيش اليمني؟ أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الرب منصور هادي بتوقيف اللواء محسن خسروف عن عمله كمدير لدائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع، كما أحاله للتحقيق مرجعا القرار إلى ما قيل إنه مخالفات الأخير لضوابط المهنة وللوائح والقوانين العسكرية المنظمة. كان اللواء خسروف قد عين في منصبه مطلع العام 2016 حين كانت رحى المعارك العنيفة تدور بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات. إقالة خسروف فتحت سجالا بين اليمنيين الذين يرون أن القرار كان عقابا له، رغم كونه وضع إجابات لأسئلة ظل اليمنيون يتداولونها منذ فترة طويلة. كما أظهر الرئيس هادي وكأنه قد رهن البلاد وقضاياها المصيرية إلى دول التحالف التي نهجت نهجا مغايرا لأهدافها المعلنة إبان تدخلها في اليمن. الرئيس هادي في مهمة إخضاع الدولة، قد يكون هذا هو الوصف الأدق لقرار رئيس الجمهورية القاضي بتوقيف رئيس دائرة التوجيه المعنوي في الجيش وإحالته للتحقيق. جاء القرار بعد مداخلة للعميد محسن خسروف على القناة الرسمية انتقد فيها دور التحالف العربي في اليمن ورفضه المتكرر تسليح القوات الحكومية التي لا تزال تحشد على خطوط التماس مع ميليشيا الحوثي. ما الذي قدمه لنا التحالف؟ التحالف لم يأتمن على مدفع ثقيل ولا على دبابة ولا على قاعدة صاروخية ولا على طائرة، وليس لدينا شيء. جنود الجيش الوطني اليمني يقاتلون بالأسلحة الخفيفة والعيارات المتوسطة والخفيفة، ليس أكثر من هذا. هنا خرج خسروف إلى العلن واتهم التحالف بالمسؤولية حول توقف المعارك وجبهات القتال ضد الميليشيا وعدم استعادة الدولة حتى اللحظة، في اتجاه مضاد لأهداف التحالف المعلنة مع أول غارة لمقاتلاته في اليمن قبل أكثر من 4 أعوام. ولم تكن تلك الاتهامات هي الأولى للتحالف، بل أكدتها الوقائع على الأرض، حيث كانت مواقع الجيش أهدافا واضحة للمقاتلات الحربية مع كل هجوم يتخذ قراره بعيدا عن غرفة العمليات المشتركة للتحالف. الجديد هذه المرة هو أن المسؤول العسكري كشف الغطاء وتحدث بلسان حال اليمنيين لماذا لم تحسم المعركة. وما الذي منعنا من أن نقبل الانتصار في نهم؟ وما الذي منعنا من أن نقبل الانتصار في الحديدة؟ هذا السؤال أنت من تجيب عليه. أنا أقول لك، أنا منعنا بالأمر من التحالف ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومن دول أوروبا. التحالف أيضا عليه خطوط عريضة، منع التحالف أيضا من أن يساعدنا في الانتصار حتى النهاية. يبدو أن التحالف والعالم أيضا يريدان للنزاع في البلد الأفقر بالجزيرة العربية أن يبقى ممتدا، فإمكانيات الحسم العسكري لا تزال بعيدة عن الجيش الوطني، فلا تسليح أفراده بات متناولا ولا قرارهم بات ممكنا. هي حرب بلا هدف في بلد تقاطعت فيه خطوط الحرب والحسابات السياسية كما يقول مراقبون. فالجيش يمنع من استكمال تحرير أراضي، وكل يوم تخطئ مدفعيته إصابة الهدف، في ظل اتجاه دولة الإمارات إلى إنشاء تكتلات عسكرية موالية لها تشرعن لإنشاء جيوش موازية حسب وصف وزير الدولة عبد الرب السلامي. وفوق ذلك يعمد الرئيس هادي إلى تكميم الأصوات الناقدة والمعارضة للوضع المختل، ليؤكد كل مرة أن التحالف بات سلطة مفروضة راسما خطوطا حمراء لا يحق لأي صوت تجاوزها. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها أستاذ نبيل البكير الكاتب والباحث. أهلا وسهلا بكم أستاذ. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. حياكم الله أستاذ نبيل. إيقاف مدير دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خسروف بعد يوم تقريبا من انتقاده دول التحالف، في أي سياق تضع هذا القرار؟ هذا القرار يأتي في سياق آخر مؤشرات انعدام السيادة الوطنية، للأسف نقولها بعد 4 سنوات. ما قاله محسن خسروف والعميد محسن خسروف، أنا باعتقادي كان تأخر 4 سنوات عن قول هذه الحقيقة المرة.
إشكالية ردة الفعل كانت بحكم أن محسن خسروف مسؤول عسكري مسؤول في التوجيه المعنوي للجيش، وما قاله هي حقيقة نقولها على امتداد 4 سنوات، نقول أن هذا التحالف اسما لا فعلا، تحالف أمام العالم أنه تحالف بين الدول والحكومة الشرعية اليمنية، لكن للأسف الحكومة الشرعية اليمنية على بعد 4 سنوات اكتشفنا أنها غير موجودة في هذا التحالف وأنها معزولة وتحت الإقامة الجبرية في الرياض. هذه الحقيقة المرة التي زعلت الأشقاء في المملكة العربية السعودية وأوعزت للرئيس هادي بإقالة العميد محسن خسروف للأسف، وهذا مؤشر خطير أو بمعنى آخر لم يعد هناك شيء نخسره بعدما وصلنا إلى هذه النتيجة المرة. والحقيقة الأكثر مرارة 4 سنوات ليس هناك أي تحالف، وكنا نطالب دائما أنه يجب أن تكون كل الأمور بوضوح وشفافية أمام اليمنيين، ما قاله محسن خسروف وما قاله عبد العزيز قباري قبله وما قاله غيره من الأحرار والشرفاء الذين يتحملون مسؤولية القول ويتحملون مسؤولية المواقف التي يعبرون من خلالها عن مواقف كل اليمنيين. وبالتالي نحن وصلنا إلى مرحلة الإفلاس الكبير والحضيض الكبير الذي عبر عنه بطريقة إقالة العميد محسن خسروف. طيب فيما يتعلق بأنه يعني صحيح أن تتحدث على أن المسألة تطرح في وسائل الإعلام، أنت يعني أن تقول نحن نقول هذا الكلام منذ 4 سنوات، هناك مسؤولين حكوميين قالوا هذا الكلام، لكن جاءت الإقالة هنا لمدير دائرة التوجيه المعنوي، هل لمركزه في الجيش ولحديث هذه يعني هل لمركزه في الجيش يعني دلالة أو سبب في سياق الإقالة؟ في هذه النقطة بالذات ما قاله محسن خسروف هو الحقيقة المرة والصادمة للبعض، أما هذا قد قلته. نعم، لكن لماذا أقول لماذا أقيل يعني؟ أنا أريد أقول لك يعني صحيح أن محسن خسروف يعني من موقعه انطلق وموقع مسؤولية التي هو فيها وكشف الناس، ولم يفرق في هذه اللحظة بينه كمسؤول عسكري ومحلل سياسي. هذه فقط الإشكالية الوحيدة التي ربما وقع بها محسن خسروف، لكن بغض النظر عن ذلك ما قاله هي الحقيقة، تبقى حقيقة سواء كان محسن خسروف محلل عسكري أو كان قائداً للتوجيه المعنوي. الإشكالية أنه يعني زعل الأشقاء في التحالف أو في المملكة العربية السعودية تحديداً وهي آخر ما تبقى من التحالف، هو أتى من بكونه مسؤول عسكري ويحمل شجاعة المكاشفة وقول الحقيقة. يعني هل وصل الأمر، هل وصل الأمر إلى هذه الدرجة التي دفعت به للتحدث بهذا الشكل وهو كما تقول مسؤول عسكري في نهاية المطاف أو مسؤول في التوجيه المعنوي؟ طبعا لا، الوصول لهذه المرحلة لا يمكن أن يصل لها إلا شجعان، يعني في إطار حالة تكميم الأفواه وحالة الإذلال التي وصل لها عدد من المسؤولين اليمنيين. يعني نقول الحقيقة، يعني المسؤولين اليمنيين اليوم أشبه برهائن، رهائن لرواتبهم الكبيرة التي يستلمونها من النفط اليمني طبعا ومن الخزينة اليمنية وليس من الأشقاء في التحالف. يعني هذه المعلومة لكي تصحح هذه المعلومة، التحالف لا يقدم شيئا حتى الآن لليمن، يعني حتى الميزانية الكبيرة التي يعبث بها مسؤولية شرعية هي ميزانية يمنية طبعا وتأتي من يعني واردات يمنية من النفط والغاز وغيرها، ومع ذلك مع أن هذه الميزانية تأتي من اليمن لكن هذه الميزانية تمر عبر السفارة اليمنية في الرياض وهي التي يذل بها اليمنيون أو يذل بها ما تبقى من اليمنيين في هذه الشرعية، ولا ويعيشون حالة خرس وصمت وإذلال، وسيكتب التاريخ أيضا عن هذه المرحلة كأتعس مرحلة عاشها اليمنيون على الإطلاق، انعدام الكرامة والانسحاق أمام القول الحقيقة ومواجهة اليمنيين بالحقيقة المرة. أننا بعد 4 سنوات وصلنا إلى متاهة أن خدعنا خدعة كبيرة من قبل التحالف العربي في الحديث عن السعادة الشرعية وسقوط الانقلاب، بينما هذا التحالف طوال 4 سنوات حافظ على الانقلاب ولم يستعد الشرعية. هذه الحقيقة التي يجب أن تقال. طيب فيما في سياق يعني في فيما قاله خسروف، هو قال أن يعني عندما سأله المذيع يقول أنه من الذي دعم الانتصارات إلى أن تحققت انتصارات فيما يقال أنه 80% من أراضي الجمهورية،
كل هذه الفترة، رد خسروف بسؤال ومن منع الانتصارات من الاستمرار؟ طبعا هذه الحقيقة التي تقال وقيلت أكثر من مرة، لكن أنها تأتي من مركز رسمي أو من مسؤول رسمي في الحكومة اليمنية، لكن هذا يقول، يعني هذا يشي فيما يقوله أن هناك دعم. يا أخي نحن لا ننكر قضية الدعم، أنه كان هناك دعم بالذخائر، لكن كدعم لوجستي ودعم عسكري بحجم المعركة لا يوجد دعم. يعني تضحية التي سقطت من اليمنيين في مواجهة عصابة الانقلاب واستعادة مارب واستعادة أجزاء كبيرة من الجو واستعادة الجنوب، كل هذه أتت بتضحيات اليمنيين. التحالف أتى في عدن في آخر لحظات واقتطف النصر وعبث بما عبث من الواقع السياسي والواقع الأمني في عدن. يعني 4 سنوات الآن الحكومة الشرعية مش قادرة تعود إلى عدن، وهذا الانتصار الذي حققه أبطال الجنوب، أبطال اليمن من كل التيارات من كل التوجهات، وكان على رأسهم الأستاذ نايف البكري و اللواء علي شايع هادي وغيرهم من الأبطال الذين كانوا في معركة عبد الله الصبيحي وجعفر محمد سعد وكثير من القادة الكبار الذين تم بعد ذلك تصفيتهم. هذه الحقيقة المرة التي يجب أن تقال. يعني التحالف لم يأتي من أجل استعادة الشرعية، التحالف أتى من أجل تقاسم الكعكة اليمنية والسيطرة على المصالح الحيوية والاستراتيجية في الميناء المواني والمطارات والغاز والنفط، وأتى ليكبل المارد اليمني ويبقيه تحت رهن إرادة هؤلاء الأشقاء إن صح التعبير. يعني هذه الحقيقة التي يجب أن تقال لليمنيين. نحن بعد 4 سنوات وصلنا لهذه الحقيقة، ويجب أن واليمنيين كلهم يعون على بطبيعة الحال يعون مثل هذه الحقيقة اليوم، لكن الذي يخذل اليمنيين اليوم هي الحكومة الخاضعة للابتزاز والخاضعة للإقامة الجبرية في الرياض. عندما يعني يتم الحديث على أن دول التحالف تقوم بالدعم وإن كان هذا الدعم غير كافي في نهاية المطاف، ألا يلقي أيضا حديث وتصريحات اللواء محسن خسروف قبل إقالته أيضا باللائمة على الشرعية التي يبدو أنها تتكد اتكالا كاملا على التحالف فيما يتعلق بمسألة التسليح؟ للأسف هذه الحقيقة، يعني أنه لدينا حكومة شرعية معاقة ذهنيا، وطوال 4 سنوات لم تكن عند مستوى هذه اللحظة التاريخية. يعني تخيل مثلا، أنت على سبيل المثال، الآن 4 سنوات وللمرة نقولها لا يوجد مصنع ذخيرة لدى الجيش اليمني، لا يوجد طائرات لدى الجيش اليمني، مع أنه كان هناك طائرات في مطار سيئون وعدن. أين ذهبت الطائرات العسكرية في قاعدتي العند وعدن والمكلا وسيئون؟ كان هناك طائرات، تعرف أنه كان هناك دبابات ومدافع وراجمات صواريخ وصواريخ، أيضا صواريخ باليستية كان يوجد في قواعد عسكرية يمنية في المكلا وسيئون في المكلا وعدن وأيضا في العنت. أين ذهبت هذه الأسلحة؟ هذه الأسلحة تم في المكلا تحديدا بعد فرار القاعدة بالاتفاق معين مع الإمارات، تم رمي كل الدبابات وكل المدافع وكل سلاح ثقيل رمى به الإماراتيون في البحر، وذهبوا لتشكيل ميليشيات مسلحة ويزودوها بأطقم عسكرية ويتحدثون على استعادة الشرعية في اليمن. هذه الحقيقة التي يجب أن تقال. بينما إيران التي هي حليفة الحوثيين، انظر ماذا تدعم الحوثيين، صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، ويهددون اليوم عمق الكيان الخليجي كله. وإذا استمرت هذه المهزلة سيصبح الخليجيون سيطلبون الخليجيون الأمن من جماعة الحوثي وميليشيات الحوثي قريبا، يعني إذا استمرت هذه المهزلة بنفس هذا السياق الذي نراه اليوم. يعني لا يوجد مقارنة على الإطلاق بيننا كشرعية وتحالف عربي وبين الحوثيين وداعمهم ومولهم الرسمي إيران. شتان بين الحليفين، حليف يريد أن يصنع منك قوة يتقوى بك، وحليف يريد أن يضعفك ويحولك إلى مسخرة أمام الناس وأمام شعبك وأمام، يعني نحن أمام مهزلة تاريخية صح التعبير. دعنا نشرك معنا في الحوار سيد نبيل بوكيري المحلل العسكري الأستاذ عبد العزيز الهداشي الذي انضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أرحب بك سيد الهداشي. إذن بداية، ما تعليقك على إقالة اللواء محسن خسروف على ما يبدو أنه خلفية تصريحاته؟ والله أول حاجة تحية لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. بالنسبة لإقالة محسن خسروف، أول حاجة من
ما يسمى بالمكاشفة. أول حاجة حسب القوانين العسكرية، أنا بتكلم بشكل أكاديمي، حسب القوانين العسكرية أن لا يصرح بمثل هذه التصريحات. لكن من باب المكاشفة بعد 5 سنوات من الحرب رأى أنه أمر إيجابي وضحى بمنصبه. الرئيس هذه عادة يتخلى عن الرجال وعن الرجال المخلصين، هذا حاجة تعودنا عليها من الرئيس هادي. لكن أن تتم إقالته بهذا السرعة وحالة للتحقيق، أعتقد أنه أمر غير إيجابي من الرئيس الجمهورية، كان بإمكانه يعجل الموضوع ولو لفترة بسيطة. لكن مما أشت أقول لك، الأمر متناقض أكاديميا أو قانونيا، ما يحق له شيء يتكلم وصف قائد عسكري، كان بإمكانه يقدم استقالته أولا ثم يتكلم بهذا الحديث، لأن التصريحات العسكرية تسمى إفشال الأسرار هذا الكلام يأتي من محلل سياسي، من محلل عسكري أو غير ذلك. لكن هل يعقل أن يعني مدير دائرة التوجيه المعنوي غير ملم بهذه القوانين واللوائح والأنظمة التي تشير إليها سيد الهداشي؟ والله هو ينبغي أن يكون ملم بهذا الكلام. أنا لا أتكلم الآن يعني عن مدى المعنى، لكنه عندما تصرع بهذا التصريح كان يضع أمامه أنه سوف يتم إقالته لسبب أو لآخر. نعم. طيب في هذه النقطة سيد البكيري، دعنا أنتقل إليك أو أعود إليك سيد البكيري، هل أكدت الإقالة ما ورد في تصريحات محسن خسروف؟ لا شك، يعني الإقالة هي تعزز هذه الفرضية أو هذه المقولة. الحقيقة لم تعد فرضية، هي حقيقة. الإقالة كانت تعبير واضح عن أن هذا أن ما قاله محسن خسروف هي الحقيقة التي تهرب الجميع من قولها، سواء في الجانب اليمني أو في جانب التحالف، وهي حقيقة تقال. يعني لم تدد 4 سنوات، تخيل بين مطار صنعاء وفرضت نهم 30 كيلو وأقل من 30 كيلو، يعني على مرمى المدفعية وعلى مرمى الدبابة، و3 سنوات وهم يعني والجيش على تخوم صنعاء، وهناك قرار بعدم التقدم خطوة واحدة، ورأينا المجزرة التي حصلت لكمية لعدد من الضباط اليمنيين قبل عامين في 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 إحدى المعارك هناك، حينما أرادوا التقدم باتجاه صنعاء أتت طائرات من التحالف العربي وقصفتهم وذهب ضحيتها أكثر من 10 من قيادات الجيش اليمني حينها. يعني هذه الحقيقة التي يجب أن تقال. محسن خسروف أيضا زاد قال إنه أكد على وجود خطوط حمراء من قبل التحالف، من قبل القوى الدولية، أمريكا، بريطانيا، الغرب أمام التحالف، وأن التحالف أيضا متواطئ مع هذه الخطوط، أو بمعنى آخر أن هذه الخطوط الحمراء الموضوعة هي لخدمة أهداف يقوم بها التحالف في اليمن. هذه الأهداف تتمثل بعدم الوصول إلى إنهاء هذه الحرب، وعدم القضاء على الميليشيات الانقلابية والتعامل معها، أو بمعنى آخر إخراج هذه الميليشيات إلى طرف فاعل في المرحلة القادمة، ويكون لها نصيب الأسد من أي توسوية سياسية في اليمن. هذه الحقيقة التي يشتغل عليها التحالف. وإلا ماذا يعني بعد 4 سنوات يمتلك الحوثي هذه الترسانة من الأسلحة والصواريخ وطائرات المسيرة، وهم عايشين ظرف حصار؟ من أين تأتي هذه الطائرات ومن أين تدخل؟ يعني هذه أسئلة يجب أن تلقى، وخاصة أن المملكة والإمارات تقول أنها مسيطرة على الأجواء البرية والبحرية في اليمن. يعني فإذا كان هناك من علامة استفهام، من أين يحصل الحوثي على هذه التكنولوجيا المتطورة؟ ربما لماذا لا يحصل عليها الجيش؟ ولماذا لا يحصل عليها الجيش؟ محسن خسروف قال إنه حتى لم يؤتمن الجيش على مدفعية. يا رجل، الطائرات اليمنية يعني في المطارات طائرات عسكرية من ميج 35 وغيرها من الطائرات اليمنية كانت موجودة في هذه المطارات، أين ذهبت هذه الطائرات؟ يعني هناك أسئلة. طيب هذه النقطة كنا تحدثنا بها، وأنتقل إلى السيد الهداشي. كان مسألة اليمني السيد الهداشي قد ناقش معك حالة الجيش ومسألة انعدام التموين والتسليح العسكري قبل أشهر من الآن. الآن بعد هذا، يعني بعد هذا التصريحات من اللواء محسن خسروف وبعد هذه الإقالة، كيف تقرأ كل ذلك؟ كيف هو الوضع الآن؟ صحيح، سبق أن أثرنا هذه القضية. أقول لك الجيش الوطني وكافة التشكيلات القتالية الموجودة في اليمن معتمدة على التحالف العربي بنسبة 100% ابتداء من علبة الفول وانتهاء بقذائف المدفعية.
ناقشنا انه يجب ان تكون للجيش الوطني ميزانيه مستقله، يجب تفعيل الموازنه العامه للدوله، لكن التغييب الكلي للدوله الجيش هو جزء من المنظومه هذا. سبق ان ناقشنا قضيه الفساد في الجيش، وحسب اعتراف وزير الدفاع نفسه والذي كان سابقا رئيس سيد الاركان على ان 70% من الجيش هو جيش وهمي، وانا اتمنى ان يكون الوهمي 70%، الوهمي اكبر من كذا. الفساد الذي استشرى في الشرعيه ادى الى ان التحالف يفرمت شويه. لا تنسى ان هناك بعض قطع الاسلحه السعوديه والذخائر السعوديه تباع في اسواق صنعاء، ومن اين لم يحصل ان الحوثيين حصلوا عليها في المخازن، بيعت بشكل او باخر. قيادة يعني يجب إعادة هيكلة الجيش. هناك قيادة في الجيش الوطني مشتبه في انتمائهم للحوثي، أضف إلى ذلك ومن ذلك قرر رئيس الجمهورية الليلة بتعيين أحد قائد العملية فلان قائد العملية المشتركة. رئيس الجمهورية معتمد على محافظات معينة، وتحول الجيش في مأرب، قيادة الجيش في مأرب، إلى عبارة عن جيش مناطقي ينتمي إلى مناطق معينة. تم استبعاد القيادة من المحافظات الوسطى، تم استبعاد الكوادر، وأصبح يعني أصبحت الولاءات مبنية على مناطق معينة بذاتها. عودة إلى الموضوع الرئيسي اللي هو قضية تسليح الجيش، أقول لك حاجة، الذي يريد أن يحصل على سلاح سوف يحصل، حتى لو لنفترض فرضية أن التحالف العربي عامل دائرة حمراء على حصول الجيش الوطني على السلاح. لا تنسى، أعطيك على سبيل المثال الصواريخ الحرارية يمتلكها الحوثي، ولم يكن يمتلكها يعني قبل الجيش اليمني ذي زمن عفاش. الصواريخ الحرارية هذه حصل عليها الحوثي بطريقة ما. حماس في فلسطين وهي محاصرة من قبل الجيش المصري ومن جانب ومن طرف إسرائيل تحصل عليها. أي جهة أو منظمة في العالم تريد أن تحصل على السلاح سوف تحصل عليه، لكن الفساد الذي استشرى في الشرعية، سواء الفساد في الأفراد، الفساد في القيادات، التعيينات المناطقية، التعيينات بناء على المحسوبية، أدى إلى أنه أغلب قيادة الجيش تحولت على عبارة إلى مرتزقة. لكن لو كانت هناك قيادة وطنية سوف تحصل على السلاح، وتحصل عليه حتى من السوق المحلي بما فيها قذائف المدفعية، بما فيها المدفعية موجودة في الأسواق، بما فيها حتى قذائف الدبابات. أريد أن أطرح إشارة على أن مقاومة الزهر وذي ناعم هي مقاومة لا تتبع الجيش الوطني، ولم يتم الاعتراف بها في البيضاء. وكنا نشتري السلاح، اشترينا تم شراء بعض قطع مدافع الهاون، وتم شراء بمجهود ذاتي، وتم شراء القذائف على حساب الاهالي من السوق المحليه. الذي يريد ان يحصل على السلاح بيحصل عليه. الكلام لن اناقش مدى دقه كلام قصروف سواء كان صحيح او غير صحيح، لكن الكلام هذا بعد 5 سنوات، أي كانوا من قبل 5 سنوات قيادة الجيش، معارك كثيرة خاضها الجيش الوطني بأسلحة متوسطة وأسلحة شخصية. في نفس الوقت الذي أريد أن أقوله أن الحوثي أيضا يقود معارك بأسلحة متوسطة. الدبابة المدفعية متواجدة فقط في جبهة عز، البقية يقاتل. التفوق المحسوب للحوثي هو التفوق بالصواريخ الحرارية المضادة للدروع. الذي يريد ان يحصل على السلاح بيحصل عليه. طيب يعني حديثك الان سيد الهداشي وكذا ما لفت اليه السيد البوكيري قبل قليل يدفعني الى التساؤل الان، هل برايك اقاله محسن خسروف مدير اداره التوجيه المعنوي كان لمخالفته، يعني الدوافع الحقيقيه كانت كما جاءت في ديباجه الخبر مخالفه ضوابط المهنه واللوائح والقوانين العسكريه المنظمه، ام هي حساسية انتقاده للتحالف العربي، أم أنه فعلا لأن هناك عجز موجود في الجيش اليمني هذه التصريحات قد تكشف أيضا؟ أول حاجة الإقالة نتيجة إحراج للرئيس هذه، لأنه سبب إحراج للرئيس الجمهوري، هذا يعني بدون أي رتوش. لكن هل يوجد عجز في التصريح في الجيش اليمني؟ أقول لك يوجد عجز، يوجد يعني يوجد عجز، وأعلنها رئيس الأركان السابق
عجز التموين الغذائي في فترة من الفترات، يعني لم ما فيش معهم حتى حق الأكل. هذا موجود، لكن الإقالة أعتقد بسبب إحراج الرئيس هذه. وإيش تقول لك إن مشكلتنا لا ليست في خصره وليست في التحالف، مشكلتنا في رئيس الجمهورية، في الرئيس هادي. طيب هذه نقطة سننتقل لها بعد قليل. ما رأيك أنت سيد البكيري حتى يعني ننتقل من نقطة دوافع ويعني موضوع إقالة محسن خسروف، أي الدوافع هو الأكثر حضورا هنا الآن؟ لا شك أنه الدافع الأكبر هو بكونه مسؤولا عسكريا، هذا الدافع الرئيسي لإقالته، لأنه يمثل ضابط وناطق باسم الجيش ومسؤول التوجيه المعنوي، وبالتالي كان هذا الدافع الأكبر في إقالته. أولا لأنه سبب إحراج القيادة في السعودية، وفي نفس الوقت أيضا يريد الجميع أو يريد الأشقاء الجميع تحت إمارتهم لا يتحدثون إلا بما يملى عليهم، وبالتالي ربما خرج محسن خسروف عن هذه الشدة، عن هذه القاعدة لدى السعوديين، فعملوا على إقالته أو الأمر بإقالته. هذه الحقيقة باختصار مجردة من أي رتوش. طيب الآن نحن أمام واقع فيه اليمنيون بجيش بدون عتاد قادر على إحداث فارق، فيما من يواجهونه منذ سنوات يبدو أن تسليحهم بشكل إما يزداد من قبل الحلفاء، وأنهم يقومون بنوع من التطوير لهذه الأسلحة سواء في الداخل أو ما شابه. أمام هذا الواقع كيف يمكن إدارة معركة السعادة الشرعية؟ معركة السعادة الشرعية تبدأ بسعادة القرار السياسي، لا يمكن أن تكون السعادة الشرعية وهي بلا قرار سياسي وقرار سيادي. شرعية مأسورة ليس لها قرار، مسلوبة القرار، وبالتالي يعني من المستحيل أن تطالب أي شخص أن يفعل شيئا دون قرار أو دون إرادة. نحن لا نمتلك إرادة، الحكومة اليمنية لا تمتلك إرادة، الشرعية لا تمتلك إرادة بعد 4 سنوات اليوم. هذه الحقيقة العارية التي يجب أن يفهمها الجميع، لن يكون هناك يعني معركة حقيقية بدون إرادة وطنية، إرادة سياسية تتخذ القرارات وتنفذها على كل الصعيد وعلى كل المستويات. نحن أمام فوضى، كومة من العبث والفوضى في كل ما تحمل كلمة معنى، فيما يتعلق بإعدام قيادة سلسلة للجيش، قيادة مركزية للجيش، قيادة إدارة أزمة وإدارة حرب للمؤسسات. يعني نحن أمام حالة عبث، كمية قرارات كبيرة، وزراء رئاسة وزراء طويلة وعريضة، وصرفيات بالهبل أمام هذا العبث الذي نراه اليوم. يعني الوزراء عايشين في 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 المنافي أو عايشين في في القاهرة وفي عمان وفي إسطنبول، وفي بينما في الأرض لا يوجد أحد. فأي حكومة هذه يا سيدي بعد 4 سنوات؟ وبالتالي كل هذا العبث هو نتيجة لعدم وجود إرادة سياسية. الإرادة السياسية تتمثل بأن تمتلك قرارك، وأن تعيد ترتيب صفوفك، ترتيب الجيش، ترتيب التسليح، ترتيب التغذية، ترتيب إدارة الأزمة. أنا اعتقادي هذه مسرحية ومهزلة كبيرة، أن يعني مجلس الوزراء لأكثر من 30 وزيرا كلهم لا يتواجدون على الأرض وليس لهم أي عمل، ويتقاضون مرتبات عالية، كل مرتب ممكن يغطي ميزانية كتيبة أسرية من السرايا الموجودة على في الجبهة. ماذا أنت تطلب من 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 الجيش يظل 8 إلى 9 أشهر بدون رواتب يا رجل؟ يظل ينتظر الذخيرة انتظار ويحافظ على ما في جعبته من الذخائر حتى لا تنفذ. يعني نحن أمام مهزلة بكل ما تحمل كلمة معنى. هذه المهزلة تمثلت في انعدام القرار والسيادي لهذه الحكومة وانعدام الإرادة الوطنية حتى الآن. سيد الهداشي، ألم يكن من يعني بالأحرى سواء قيادة الجيش أو أيضا من قبل من يدعم الشرعية ومن يدعمها أن تتحرك في على صعيد الجبهات، على صعيد تحقيق انتصارات ميدانية على الأرض لإثبات عكس ما قيل في هذه التصريحات؟ لا، الحقيقة أنه لا يوجد جيش متكامل أو ألوية متكاملة بالمعنى الذي نعرفه عسكريا. أنا أعطيك على سبيل المثال جبهة غانيا المسجل فيها ما بين كتائب والوية ما يقارب 9 كتائب وألوية، لكن الحقيقة التي على الأرض الموجود 65 جندي من يعني الكتيبة الواحدة المفروض تكون 400. الحقيقة ما في جنود أصلا، والحقيقة المرة أن الفساد في هرم الجيش الوطني أدى إلى أنه أكثر الجنود يقول لك أقعد في البيت وأستلم راتبي، حتى الذي كان مندفع يقول لك قاتل على شان من، وتعين قيادات غير كفأة، تعين قيادات مناطقية، تعين قيادات
كانت مواليه للحوثي او مشتبه بولائها للحوثي. انا مش اذكر اسماء لكن هذا الحقيقه المره ادى الى ان كثير من قياده من الجنود المندفعين يقول لك استلم الراتب. عندما تاتي لجان تسليم الرواتب يتم الاتي: يسلم لمن هم في البيوت اولا لانهم يتم مناصفه الرواتب هذه مع القيادات، بينما الذين في الجبهات او في المتارس يحاولوا تعقيدهم ولا يسلم رواتبهم الا بشق الانفس. يجب اعاده هيكله الجيش الوطني. يا اخي يكون لديك جيش رشيق ب 50,000 جندي حقيقي افضل ما يكون معك يعني 400,000 غير حقيقي. عوده الى معركه حجور، عندما طلبنا المنطقه العسكريه الخامسه بالتحرك المسجل في المنطقه الخامسه 15,000 جندي بالويه بمسميات الويه اللي هو مش عارف ايش اللي هو كتيبه كذا اللي هو كذا، وعندما ضغطنا عليهم للتحرك عسكريا ثبت الموجود 1500 جندي واغلبهم مرافقين مع قادة الالويه. الحقيقه المره انه لا نستطيع ان نتحرك، حتى لو في سلاح لا نستطيع ان نتحرك لان ما في جنود اصلا. الكثير من الجنود مغتربين، كثير من الجنود غير موجودين. اذا كان وزير الدفاع يتكلم بهذا الكلام يعني النقد جاء من هرم الجيش. اذا لابد من هيكله الجيش، فصل المتغيبين، اعطاء الجرحى معالجه الجرحى، اعطاء ذوي الشهداء مرتباتهم حتى يقاتل الجندي، ازاله الفاسدين. انا مش ما عاد اقاتل ودي راسي علشان الولد الراقد في بيته ويتم تعيين ولده ملحق الطفل مراهق ملحق عسكري في واشنطن. انا ما عدتش راس الجندي يقول هكذا، انا ما عدتش راسي في الجبهه علشان ارجع يستقبل لي قيادي حوثي في بارد. الكلام عليك تكلمنا فيه كثير. الفساد في الجيش الوطني بلغ الى اقصى منتهى. قلت لك في لكن هل يعقل بعد يعني اكثر من 4 سنوات على الحديث عن اعاده بناء الجيش الوطني وكذا قبل ذلك سنوات من الهيكله ان يستمر حدود ذلك الى الان؟ ما حصل من بعد الاربع سنوات كان اسوء بكثير، كان اسوء بكثير مما كان في عهد علي عبد الله الصالح، وهم اختلفنا معه. الان عندما يكون اللواء 9 الويه يتواجد منهم 65 جندي، يا راجل هذا ما قد حصلت شيء في اي مكان في العالم. عندما يهاجم الحوثي على قانيه، يهاجم الحوثي قانيه، الذي يدافع عن قانيه هم قبائل مراد وهم غير مسجلين في الجيش. المقاومات الحقيقيه التي قاتلت الشرعيه غمضت وغضت الطرف عنها. يا اخي يتم تعيين محافظ كان راقد في بيته في المحافظة في المنطقة التي يسيطر عليها الحوثي، فجأة يصدر لك قرار جمهوري بتعيينه محافظ، واحد ثاني أعطيه قيادي عسكري، لن أذكر الأسماء، قيادي عسكري قاعد في بيته في صنعاء، فجأة يتم اتصال تعال امسك مدير أمن محافظة مأرب، إيش قال ليش عينته؟ وهذا يشتبه أنه حوثي، قال لك ما قاتل شيء مع الحوثة. أقاتل فينا؟ فلان الفلاني من القيادة الحوثية؟ لا أجد أخوه ولد عمه. يا اخي رئيس دائره القضاء العسكري في مأرب اخوه قيادي في الحشد الشعبي في العراق، وابوه 12 يا اخي في حاله استهبال ما قد حصلت شيء في العالم. انتقل لك الى الحرب العالميه الثانيه، عندما قام اليابانيين بضرب بير الهاربر الميناء في هنا، قامت امريكا وهي ام الديمقراطيه وام الحريه قامت بجمع باعتقال جميع الياباني الامريكيين من اصول يابانيه ووضعتهم في السجون في معسكرات اعتقال حتى انتهى الحرب. عندنا لا اعطيك على سبيل المثال صدر قرار بتعيين فلان الفلاني قائد للواء الاول المدفعيه. اللواء الاول المدفعيه هذا فرد واحد لا غير، هو قائد اللواء ويستلم مستحقات اللواء. تصور لواء عسكري عدد افراده هو قائد اللواء ويستلم مستحقات وتموين اللواء. هذا الامور الفساد المناطقي والفساد الحزبي جميع انواع الفساد اتت قلت على الروح المعنويه للمقاتل الفعلي في المتارس. يعني يجدر الإشارة الآن في هذا السياق في سياق هذا الحديث إلى أننا حاولنا خلال إعداد هذه الحلقة التواصل مع عدد من ضباط في الجيش الوطني وعدد من العسكريين أو الإعلاميين المتعلقين بالجيش الوطني للحديث حول موضوع هذه الحلقة، لكن كان هناك رفض أو عدم استجابة لهذه الطلبات في هذه النقطة. أعود إليك سيد البكيري،
الآن يعني مسألة إحالة إلى التحقيق، هذا يعني في نص الخبر أعادني بالذاكرة إلى أيضا قرار إقالة رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر الذي أيضا أحيل للتحقيق. هل يبدو الآن أن كل من ينتقد سلوك التحالف وأداء التحالف في دعم الشرعية سيأخذ هذا المسار أو سيتجه هذا المسار؟ كيف تحول هذه إلى هذه الأداة من القمع لمن ينتقد التحالف؟ طبعا هي كليشة موجودة في صيغة البيان أو في صيغة القرار، لا تقدم ولا تأخر، لأنه لم يحقق مع أحد من هاني بن بوريك لآخر واحد، يعني لا يعني هي نوع من الإساءة الإعلامية. لكن بطبيعة الحال هناك فرق بين يا أخي بين الجهتين، يعني سلطة أولا تعود إلى الداخل وبعدين تتحدث عن تحقيق وتتحدث عن محاسبة وتتحدث، سلطة غير موجودة على الأرض، سلطة جالسة مغيبة خلف القضبان في خلف الأسوار في الرياض، أنا باعتقادي ليس لها قرار على أحد. يعني الآن بغض النظر عما ذكره الأخ الهداشي فيما يتعلق، هو يتحدث عن كل تفاصيل العبث الموجود، يتحدث عن أعراض المرض ولا يتحدث عن سبب أعراض المرض، هذا الفساد وهذه التعيينات وهذا الفوضى في مؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية، لكن ما سبب كل هذا؟ سبب كل هذا إنه لدينا شرعية دون قرار، أو لدينا يعني منظومة بلا إرادة وطنية، يعني لدينا رمزية بلا إرادة وطنية ممثلة بالشرعية. الشرعية اليوم مفروغة من مضمونها ومن محتواها ومن شكلها ولونها، هي شرعية فقط تضفي شرعية على هذه التدخلات الموجودة في اليمن، بينما في حقيقة الأمر ليس لها أي قرار في إدارة المعركة وتسييرها، وإلا ما وصلنا إلى هذا العبث، هذا قمة العبثية، لم نصل إليها ولم تمر اليمن بلحظة عصيبة ولحظة حرجة ومثل هذه اللحظات، لأنه باختصار ليس هناك إرادة وطنية، سلبت الإرادة الوطنية، ليس فقط على بالنسبة للشرعية، حتى بالنسبة للجهات الانقلابيين اليمنيون اليوم أصبحوا على الضفتين للأسف نقولها، مسلوبي الإرادة ويقاتلون بالنيابة عن أطراف خارجية لتدمير اليمن. هذا باختصار الذي نستطيع أن نقوله بعد 4 سنوات. أمام يعني في على الناحية العسكرية سيد الهداشي، أمام كل هذا الواقع ما الذي يمكن أن يحدث؟ يعني هل مع استمرار هذا الخلل سيستمر الوضع على ما هو عليه؟ كيف يعني إذا ما قرأنا نماذج من التاريخ كيف تغير الحال في نهاية المطاف؟ يا أخي عشت أقول لك لا يوجد أي أفق للحسم العسكري، ولا يوجد أيضا أفق للحل السياسي. أول خطوة كما قال الأخ الأستاذ نبيل، أول خطوة هي عودة الشرعية إلى داخل أرض الوطن كلهم، وأي وزير أو وكيل وزارة أو أي حاجة ما يجيش يفصلهم من عمله. ثاني حاجة تشكيل حكومة مصغرة لا يزيد عدد أفرادها عن 10 وزراء الذي يمكن أن يمارسوا عملهم في الواقع. ثالث شيء إتاحة الفرصة للتجنيد من يرغب بالتجنيد وفصل جميع المتغيبين ضروري. ثالث شيء تعيين قيادة عسكرية كفاءة إما حسب الأكاديمية أو لا حسب الشهادات الأكاديمية. رأى النقطة التي تليها إشراك يعني المحافظات الوسطى في قيادة الجيش الوطني بشكل عام، ولا يتم استبع ولا تستبع، وأيضا تهامة، وأيضا حتى الجنوب أن تشرك في الشمال لا يوجد مانع. لكن الآن حتى لو في سلاح فالسلاح لن يقدم ولن يؤخر في نتيجة عدم وجود كادر في الجيش الوطني بالحجم المطلوبة وبالكمية المطلوبة. من النقاط المهمة جدا أن يعمل الجيش عمل موازنة للجيش. الجيش الآن يستلم العلبة الفول من التحالف ويستلم الراتب من التحالف، يجب أن نعتمد على موازنة داخلية للجيش الوطني. ماذا لو أتت متغيرات إقليمية أجبرت السعودية والإمارات على الخروج من اليمن أو على إيقاف الدعم؟ سوف ننهار. يجب أن تكون لنا موازنة بديلة، البحث عن أسلحة سواء من السوق المحلية الذي أنا ضربت لك في بداية الحلقة بحماس، حصلت على السلاح هذا الصواريخ الحرارية موجود ما هو أكثر تقدما مع حماس مما هو مع الحوثي، الحصول على بعض الأسلحة المتوسطة المضادة للدروع
هذا ضروري وهي موجودة في السوق المحلية ويمكن الحصول عليها. العمل على عقد صفقات أسلحة من دول جاهزة للبيع، على سبيل المثال أوكرانيا مستعدة تبيع يعني خلال فترة بسيطة. إذا كان هناك من يمنع عودة الشرعية أو تسليح الجيش، فعلى قيادة الشرعية أن تتحمل المسؤولية. يجب أن تتحمل المسؤولية من بداية الحرب، ولو كانت القيادة، أنا بالنسبة لي أنا متحفظ على هذه كونه لا يصلح رئيس لدولة، لكن عليه أن يتحمل المسؤولية. نحن كما قال الأخ نبيل أمام إشكالية تاريخية وأسوأ مرحلة تاريخية. ربما أن الحوثيين جزء من قرارهم من رؤسهم، لكن أصحابنا ما فيش، والسبب مش التحالف، السبب أن أصحابنا فاتحين كروشهم للمال أو فتحوا كروشهم وأصبحوا لا يستطيعون أن يتكلموا. عودة الشرعية إلى الداخل اليمني هي أولى خطوات الحل، غير ذلك لا يمكن. شكرا لك سيد عبد العزيز الهداشي المحلل العسكري، كنت معنا بالهاتف من الرياض. بعودة إليك سيد البكيري، أمام كل هذا الواقع، أمام هذا الواقع أقصد، ما الذي على اليمنيين فعله؟ ما الذي يمكن فعله بالأصح؟ لازال في الأفق مجال للخروج من هذه المتاهة. أنا أتفق مع النقاط اللي طرحها الأخ عبد العزيز الهداشي فيما يتعلق بالحل، يكمن في عودة اليمنيين للداخل وإدارة معركتهم بأنفسهم. يعني لم يحك جلدك غير ظهرك أو ظفرك، وبالتالي أن تنتظر من الآخرين أن يستعيدوا لك شرعيتك ودولتك، هذه قمة السخافة إن صح التعبير. يعني اليوم الحل الوحيد استعادة اليمنيون لقرارهم السياسي. نحن بلا قرار سياسي وبلا قرار وطني، سلبنا الإرادة وبالتالي وصلنا إلى هذه المرحلة من الضياع والشتات الذي نعانيه والذي تراه اليوم بمثل هذه القصص التي أصبحنا يعني تركنا كل ما له علاقة بالمعركة الحقيقية وذهبنا في الاشتغال والحديث عن تفاصيل وتحصيل حاصل لما حصل. يعني أما في حقيقة الأمر هناك أولا يبدأ عودة الشرعية للداخل، تشكيل حكومة وطنية، حكومة إنقاذ أو تسميها حكومة أزمة أو حكومة حرب تدير المشهد، عودة سريعة لإعادة لملمة صفوف الجيش الوطني واستعادة القرار، لأنه نحن ذاهبين إلى حالة إلى دولة الطوائف اليوم. ما نراه في الساحل الغربي، في الجنوب، في الشرق، في الغرب، كلها كنتونات متناثرة لا يربط بينها سوى مسمى الشرعية اليمنية والجمهورية اليمنية. أشكرك جزيل الشكر السيد نبيل البكيري الكاتب والباحث، كنت معنا في حلقة اليوم من المساء اليمني، شكرا جزيلا لك. الشكر إذن موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والانصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في طاقمي العمل الفني والتحريري، في أمان الله.